على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابعي من واله الإخوة والآباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذه الآيات يحكي الله عز وجل فيها الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه. فإبراهيم عليه السلام وهذه الأيام فيها سنة من سنن إبراهيم، وهي الذبح أو الفدية. فإبراهيم عليه السلام دعا أهل بيته ودعا الطواغيت ودعا المجتمع، بدأ دعا أبوه، والآيات دي بتتكلم مع الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه أو أباه، فيخاطبه بألطف العبارات، يخاطبه بعبارات لطيفة. وربنا قال في البداية: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي في القرآن، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق المبالغ في الصدق. وكذلك بعد ومع أنه صديق نبي، صديقا ونبيا، لذلك اتخذه الله عز وجل خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيقول الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم والنقاش الذي دار بينه وبين أباه: يا أبتي. أول حاجة شوف الكلمة، ولا قال له يا حاج، ولا قال له يا بشيبة، يا أبتي. وخطاب لطيف. والليلة تجي تلقى زول كبير شيبة تقول له: يا عمنا لو داير تستعين استعين بالله، ويقول لك المسخوط انت وهابي مش، ويسبعك شتايم ونبز، وفي رواية يديك بسطونة، لأنه أصلا يقول لك كان الوهابي كان جاك قال لك: عندك دليل حديث ولا آية؟ قول له: عندي قناية. شغلتهم كلها قنا، وما اشتغل ما بقت الصوفية براهم، أنصار السنة ذاته بقوا يجروا القنا. تمشي تتكلم في مسجد بتاع أنصار سنة، تتكلم في البرع باسمه، يقول لك ده من العصبجية. يا ولد أنا قلت لك ربنا قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وده كلام منطق يعني عالي من إبراهيم. فقل له: يا أبوي إنت ليه بتعبد الذي لا يسمع والذي لا يبصر؟ والذي لا يسمع ولا يبصر والذي بصره قاصر وسمعه قاصر لا يستحق أن يعبد مع الله كائنا ما كان، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى وحده جل جلاله وعظم سلطانه. عشان كده إبراهيم بيخاطب في أبوه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الليلة نفس الخطاب ده نوجهه لأهل الطرق الصوفية كافة بلا استثناء: إنتوا ليه بتعبدوا الأولياء الذين لا يسمعون ولا يبصرون ولن يغنوا عنكم من الله شيئا؟ ليه؟ وطبعا مما تقول له الكلام ده ما بيرضى، يقول لك:
نحن لقينا جدودنا قاعد يسووا كده، ودي حيدة، دي حيدة من السؤال. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ربنا قال هناك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالعبادة عظيمة لا تصرف إلا لله. والليلة معظم العبادات، معظم العبادات أهل التصوف، أهل الطرق الصوفية صرفوها لغير الله. الذبح، ذبحوا للقبور، وذبحوا للمشاهد، وذبحوا للأولياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. الذي يذبح للأولياء، والذي يذبح للقباب، والذي يذبح للقبور والمشاهد، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذبح عبادة، ربنا قال: فصلي لربك وانحر. كما أنك تصلي لله تقرب بالذبح إلى الله. وربنا قال عن إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. الليلة ديل ضبحوا عند القبور. الحولية السنوية للشيخ المكاشف، قبل أيام فتحت لي حجاب، لقيت لي حجاب معلق في عربية، الحجاب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كويس ما في إشكال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام كويس. قال: سيارة سيري بإذن الله. شوف الشرك والكفر والإلحاد. قال: سيارة سيري بإذن الله، كويس. قال: وبإذن أبونا الشيخ عبد الباقي المكاشف. يا أخي المكاشف ده خلق يعني ربط فيها صامولة، مكاشف ده ربط في العربية دي صامولة، ومكاشف يعرف يسوق، خلينا بيعرف يسوق. ده لابس له عراقي لين وصدره هنا تقول برضع، عراقي تلقاه معلق في الصور، وتلقاه معلق في الجرارات، ومعلق في الطواحين وفي البغالات، يعتقد فيه أنه يعلم السر وأخفى. زي ما قال شيخ اللمين، شيخ اللمين بتاع بيت المال ده، اللمين بتاع الحنة، قال: والله الشيء جاي أنا ما بعرفه. أنت ما قلت ولي ما لك ما بتعرف. قال: الشيء جاي ده أنا ما بعرفه، لكن أبويا الشيخ بيعرفه. أمسكه قوي، نمسك في منه. أبوك الشيخ، أبوك الشيخ ده نحن ربنا مكننا في البلد دي نديه لك بالمركوب في صنقوره لحد ما يعرف حاجة، لأنه مجرم يدعو إلى الإلحاد ويدعو إلى الشرك ويدعو إلى الزندقة. مش ده تابع للطريقة القادرية المكاشفية؟ ده اللمين ده القادرية، شيخك بتاع القادرية قال يا اللمين، قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده كفر ولا ما كفر يا اللمين؟ شيخك قال هو الله عديل يا اللمين. تقدر تمشي تفتح في أبوك الشيخ بلاغ؟ هو خايف منه، يقول لك أبويا الشيخ ده نحن ماشيين بأجاهه، نحن ماشيين بنفسه، نحن ماشيين بأجاهه، نحن ماشيين بنفسه. يا كذاب، ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ربنا قال في القرآن، لكن ده ما بخلوك تقرأ القرآن، يجيبوا لك يرقص ويتواطح ويسلم على النسوان. والله واحدة سلم عليها بعد توا وقع، قال مين ده ذاته؟ يقالت في النسوان يا ولد انت شد حالك، شد حالك، يقالت في النسوان ومتصور مع النسوان، وجوا الصالون بتاعه يمدح ويرقص والنسوان يرقص معاه ويتلولح. يا زول جوا بيته معلق صورة كبيرة بتاعت ولد العجوز. والكلام جاي ان شاء الله في المحاضرة ان شاء الله التي سوف يتم فيها عن الكشف عن هذا الدجال وعن هذا المجرم وعن هذا السفيه الذي يدعو إلى هذه العقائد الكاسدة الفاسدة، ويعني ينسبها للإسلام زورا وبهتانا. الإسلام بريء، الإسلام بريء من هذه الطرق. والله الطريقة القادرية من أبعد الطرق عن الإسلام، الطريقة السمانية، الطريقة الختمية، الطريقة التجارية، كل هذه الطرق لا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله مش لو فتحت بلاغي اللمين يفتى، لو طيرت فوق ولو طلعت دخان بيضنك برضو ما بحلها، ما عندك اي علاقة مع كتاب ربنا وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانت بتشتكي ليه؟ دي حجة ده، انت ما تجد قابل، تعال قابل وجها لوجه، تعال الحجة قارع الحجة بالحجة، تعال قول دعاء غير الله عز وجل بجوز، تعال قول للناس قولوا يا المكاشي عشان نردمك بآيات
بأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تفيق إلا في الأبيض، والله تجري من هنا للأبيض، لأنه آيات ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آيات تهد الجبال. والآيات دي ما بتنفع مع المشركين، ما بتنفع ومع الضالين، ما بتنفع ومع المنحرفين، ما بتنفع، لأنه آيات تخاطب هؤلاء الناس وتبطل عباداتهم الباطلة التي صرفوها لغير الله. عشان كده ربنا حكى عن إبراهيم قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وانت أبوك الشيخ الماسك فيه ده ما بحل لك يوم القيامة، أوعى تسمع كلام أبو قرون. قال يوم الخلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم، والله الذي لا إله غيره ربنا قال في القرآن أبوك يجري منك، أمك تجري منك، والله شيخ الطريقة هو ذاته تبقى في الطريقة تحله، هو ذا العريان لا لابس له سفنجة ولا خياس ساهي في رقبته معلق ما في، يديك شنو؟ وذاك بتاع القادرية برضو يقول أو بتاع الخدمية يقول مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكو حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال يوم القيامة لو كنت تابع للمكاشي ولا تابع للمين ولا تابع لزعاط ولا معاط ولا تابع لنطاط الحيط، يوم القيامة بحل لك وكذاب. وربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ربنا قال عن اليوم ده واليوم ده جاي، واليوم ده سوف تتذكر هذا الكلام يا اللمين ويا أتباع اللمين ويا كل أصحاب الطرق الصوفية بتذكروا الكلام ده. ربنا قال في القرآن ها أنتم هؤلاء الجماعة بيدافعوا عن الباطل والبيدافعوا عن الشرك وعن البدع، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وبتنكسر، والله تنكسر، والله يا اللمين ويا الصوفية ويا أهل الضلال عموما، الحق يعلو ولا يعلى عليه. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا للقائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وربنا قال بل نغزف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. التصوف ما عنده قيمة، والتصوف ما عنده حجة، وكل هذه التنظيمات وهذه الجماعات التي خالفت كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا وزن لها ولا قيمة لها، ولم يأمرنا الله بأن نسلك طريقة ولا أن نسلك جماعة أن ندخل في جماعة، جزاك الله خير، أن ندخل في جماعة من الجماعات. عشان كده المشكلة قائم بين الحق والتوحيد، الصراع قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحق يبقى والباطل يزول لا قيمة له ولا وزن له. عشان كده ربنا قال عن إبراهيم، والكلام عن إبراهيم الذي هو من دعاة التوحيد ومن أئمة التوحيد، إبراهيم إمام من الأئمة، ربنا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وربنا قال عن إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فشوف ده إبراهيم يخاف يقول لي يا ربنا جنبني عبادة الأوثان. الليلة يجيك واحد يقول لك خلاص الموضوع ده أفتكر إنه كفاية، لا ما كفاية، السودان فيه 7000 قبة أو أكثر من 5000 قبة تعبد من دون الله عز وجل. موضوع ده لو ما نازع التصوف ده ادمحى من السودان ما بنسكت أبدا، والله كل ما يجي جيل ندعوه ونوصيه بأن يدعو إلى التوحيد ويتكلم عن التصوف وأهل التصوف ويبين عوارهم ويكشف باطلهم وزيفهم، لأنه دين من تقربه لربنا تكشف أهل الباطل، لأنه ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإبراهيم يقول لأبوه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صلاة سوية. وده فيه دليل على كثير من دكاترة أنصار السنة إنه الحق يقبل ولو وإن جاء من الصغير. شوف إبراهيم
ما طبعا في جماعة يقول لك احترم من رأى الشمس قبلك، قول كان رأى الشمس قبل ده لو كان مشرك أنا برضو أسمع كلامه احترمه، لا ما أرضى احترمه، لا تديه ويسر له طوال لأنه مشرك بالله عز وجل. إذا كان زي اللمين احترمه، إذا كان رأى الشمس زي المكاش ولا البرعي لا تحترمه. إذا قلت الكلام ده يلزمك تحترم فرعون، يلزمك تحترم أبو لهب، يلزمك تحترم أبو جهل، يلزمك تحترم كل المنافقين والمشركين. احترم من رأى الشمس قبلك، وده كلام باطل وده حديث موضوع ولا ما أعرف مثل سوداني. ده مثل سوداني يقول لك احترم من رأى الشمس. بعد دكاترة ديال بتاعنا صلاة سنة يقول لك لا، انت صغير عمرك كم؟ الله عمري 28 سنة. يقول لك ما تتكلم في الحلبي. ليه ما تتكلم فيه؟ من هو؟ اتكلم فيه ونتكلم في كل من يدافع عنه. الذي يدافع عن الحلبي في هذه البلاد كل من يدافع عنه وكل من يعني يلتمس له الأعذار، إن كان جاهلا يعلم وإن كان مصرا ومستكبرا يتكلم فيه ويحذر منه، لأنه يدافع عن أهل البدع ويدافع عن أهل الضلال. أنصار السنة المرض كل يومين جايبين مرضان، جابوا حسين يعقوب، جابوا يعقوب مرقوبه في اللبيض، مرقوبه في اللبيض هناك، وهناك في اللبيض جنب الزريبة معقل الشرك ومعقل البدع ومعقل التصوف ومعقل عبد الرحيم الزريبة، بدل يتكلم عن الشرك ويحذر من الشرك أمسك الحبل يا ولد، أمسك أنا الحبل لمتين، حبلك ده بتفكه متين، أمسك الحبل يا أخي، حبلك ده يا أخي، حبلك ده يا أخي، يتكلم في 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 التوحيد، أنت في بقعة في بؤرة يعني يعظم أصحابها عبد الرحيم الزريبة. زول نشر الكفر ونشر الشرك في هذه البلاد لم يسبق لها مثيل في هذا الزمن. والله زول زي البورعي نشر الشرك في البلد دي ما في. أداء يعقوب يمشي من هنا ليه هنا؟ يا بابا الطيارة من هنا بالطيارة ليه؟ لبيض، ويتكلم امسك الحبل، فك الحبل، قلبك ازاي حال قلبك؟ يا ودي القلب، القلب ملان شرك، القلب ملان فكايا، القلب ملان محايات، ملان بكرات، ملان تصاوير. وري الناس التوحيد، وري الناس العقيدة. فقال له لقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صلاة سوية. يا أبتي لا تعبد الشيطان، فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، فمن دعا غير الله فقد عبد الشيطان، ومن ذبح لغير الله فقد عبد الشيطان، ومن حلف بغير الله فقد عبد الشيطان. وربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فما يجيك واحد يلبس عليك. البلد دي محتاجة لتوحيد بكمية مكثفة، بكمية مكثفة. الليلة الجماعة إلا من رحم الله سكتوا، و لا 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 الكلام في التوحيد بقى يقول لك ديل بيسبوا وبيشتموا وديل أسلوبهم منفر وديل مجرحاتية. يا أخي تاني قلتي نحن مجرحاتية شنو؟ تاني قلتي اتكلم في التوحيد بوضوح، اتكلم في أهل البدع بوضوح حتى يحذر الناس هؤلاء الأئمة الذين أضلوا الناس عن الصراط المستقيم، البرعي والمكاشي والصايمديمة والركاني واللمين بتاع بيت المال والركاني وغيرهم، أضلوا العباد وأفسدوا في البلاد وأفسدوا العباد بهذه العقائد الكاسدة الفاسدة التي نشروها بين القصائد في القصائد والأشعار، واعتبروها دينا يدان به الله. وهذه كلها من طرائق الشيطان وكلها من سبل الشيطان التي وجب على الدعاة الناصحين أن يحذروا الناس من هذه الطرق الصوفية بأنواعها، والأحزاب الجاهلية بأنواعها، والجماعات المبتدعة والجمعيات المنحرفة. لا بد أن يحذرهم من هذا، وأن يمسكوهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى طريقة ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى جمعية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آيات واضحة، وربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الناس يعتصموا بالكتاب والسنة، لا يعتصموا بجماعة ولا بجمعية ولا بحزب ولا بطائفة. كل هذه الجماعات وهذه الطرق ما أمرنا الله بأن نسلك يعني طريقا
وغير طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي رسمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلقى الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فختام الآيات إبراهيم يعني أبوه قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال له أنت الآلهة بتاعت دي ما عجبك؟ لئن لم تنتهي. وده دائما حال الزول العاجز، يمشي يشتكي ويمشي يفتح بلاغات ويمشي بهناك يحرش ويأتي يفعل الفتن ويخترق الفتن لكي ينتصر لآلهتي. وانت لا، انت آلهة بتنتصر لها انت بالبلاغات، تنتصر لها بالشكاوى والمحاكمات، دي آلهة عليك الله؟ انت ما قلت ابوك الشيخ ده بيتصرف في الكون، وقلت ابوك الشيخ بيعلم المكاشف، قال سموه المكاشف لانه بيكشف، قال شيخي لو جلس يعرف في قلبه وسوس وكذاب. وده قال قال حسن وتحسون سيدي بكم، حسن فوق الكون متحكم. وده قال انا عرشها والكرسي وانا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. وين شغالين 200 وكذابين ودجالين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. لان شيوخ الطرق الصوفيه اللي بيخوفوهم الناس واللي بيخوفوهم المجتمع السوداني، كثير من المجتمع السوداني يخاف من عبد الرحيم الزريب، كثير من المجتمع السوداني يخاف من البوكاشي بتاع السكينيبه، كثير من المجتمع السوداني يخاف من الكباشي. عشان كده تلقاه يا الكباشي من الغاشي، ويا ود بدر من الفقر، ويا بقرون من العيون، ويا البادراب ابقوا قراب، ولدكم صغير ورواسه شاب ان شاء الله يبقى قطنه. مشرك بالله عز وجل، انت بتنادي غير الله وداير راسك يبقى اسود، بيبقى ان شاء الله يبقى قطن ابيض، لانه مشرك بالله عز وجل تنادي غير الله. عشان كده عبد الرحيم الزريبه روج لهذه الاباطيل وروج لهذه الشركيات بالقصايد، قبل اللي فوق نادي هذا الزوق، وما اعرف الساده الساده انا عبد لكم نادى، انا بخطب في البلاد نزيله قصايد يوميا شغال، والله ما في عذر لداعيه من دعاة التوحيد يسكت عن 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 عن, عن هذه الشركيات التي يسمعها صباحا مساء في المركبات وفي البصات وفي الكافتريات وفي البغالات، اي محل تمشي تسمع ندعوك يا الله بجميع عباد الله، ويك ويك تسمع الساده الساده ساق التدلع مالك، وتسمع القصائد بتاعت الشرك باذنك، وتشاهد الافلام في البصات السياحيه، تشاهد المدايح المصوره شرك. عشان كده الناس تكون حريصه، تكلم بوضوح يا زول، واللي بينفعك واللي بيرفعك التوحيد، والله الذي لا اله غيره، زول يتكلم في التوحيد ربنا يرفعه، يا اخي ربنا رفع بالتوحيد الهدهد، انت الهدهد يبقى احسن منك؟ عندك منبر يا زول، والله كان فرشه من هنا النكر الفيو يمرقك لحد العمود ده، منبر يلمع كله من هناك، ده بتاع هناك بغادي في اللامات هناك، يا زول اتكلم في التوحيد، يقول لك والله طبعا وهؤلاء الشباب انا اعرفهم، والشباب ديل ياتوا المساجد بقصد الفتنه، ده العدس تعرفوا ده العدس، سجلت له مقطع قبل فتره واعترض على التوحيد واعترض على الدعوه الواضحه للتوحيد، والله اعترض ها قبلك تقول نازله في محطه قبلك يقول لي اخونا كده، اخونا بيتكلم، وهو كمان زمان كان بينادي بالادب، انت وين ادبك؟ ادبك وينه؟ انت برضه خليك عندك ادب، خليه يكمل كلامه وبعدك ثاني يرد عليه، لكن تقاطعه ده وين ادبك؟ ما قلت انت بتاع ادب وما عارف لك الادب وما الادب وطالع بالادب وخش الادب وما عارف لك، هنا يقول لك ادب، انت ما تخلي عندك ادب برضه؟ اعترض على التوحيد، ولما جاءه اسم المرغني طوالي صرخ شاك قبلك انت اخونا، قال له انت المرغني ما جاء شغله سخنت معه، لانه المساجد دي بقت الا من رحم الله دائره صنفره ثقيل، دائره شغل ثقيل، لانه كثير من الناس يعني كثير من الناس انشغلوا بالرقائق وانشغلوا بالاشياء التي لا يختلف فيها اثنان، وتركوا التوحيد الذي رفع به الانبياء واتباع الانبياء. اسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من دعاة التوحيد، وان يرفعنا ويميتنا ويحيينا على التوحيد، وان يرفعنا بالتوحيد انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، وصلى الله وسلم وبارك وعلى اله وصحبه وسلم. يقدم المتحدث من بعدي عاطف.